تحية جديدة تأتيكم على رأس الرابعة من أونلايف. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة، والبداية بأجواء استعدادات مصر لعيد الميلاد المجيد. إذن أهلا بكم. التفاصيل أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة البروفة النهائية التي تجريها الكنيسة الأرثوذكسية لقداس عيد الميلاد الذي يترأسه غدا البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وترأس بروفة القداس القس أنجيلوس إسحاق سكرتير البابا تودروس، ثم تم التأكد خلال البروفا من اكتمال كل الاستعدادات لقداس العيد. وفي لقاء مع أونلايف أكد سكرتير البابا تودروس القس أنجيلوس إسحاق إنجاز 40% من الإنشاءات الجارية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. المشروع هنا وعد به سيادة الرئيس في يناير 6 يناير 2017 بدأ تجهيز الرسومات المعمارية والإنشائية لغاية تقريبا شهر 6 يونيو 2017. يعني بنتكلم ان بداية العمل والمباني بدأ في شهر 7، فأنجز تقريبا 40% من المشروع. هذا وقد وجه أنجيلوس الشكر للرئيس السيسي لحرصه ورعايته على استكمال مشروع كاتدرائية ميلاد المسيح. إن هذا المشروع أنجز بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين، وهذا الرئيس الوطني المصري المحب لمصر والحابب نهضتها، وأحد مشروعات نهضة مصر هو العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية 700 كيلومتر مربع، 170 ألف فدان، وإحنا في حجم دولة زي سنغافورة. هذا المشروع كأحد المشروعات العملاقة في مصر. من جهته أشاد استشاري الكاتدرائية ميلاد المسيح مراد بخوم بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنجاز المشروع، لافتا إلى أن العمل الجماعي كان سمة البارزة لهذا المشروع. العمل الجماعي، العمل الشاق، المتابعة المستمرة والاهتمام الشديد جدا الحقيقة من رئيس الهيئة الهندسية ومدير إدارة الأشغال العسكرية وجميع الضباط المشتركين في المشروع، الروح الطيبة جدا. قدم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد التهنئة لقداسة البابا تودروس لمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد وزير الدفاع أن مصر ستظل بوحدة نسيج أبنائها بعيدة عن كل صور الفتن والأزمات. قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وخلال اللقاء أكد القائد العام أن مصر سوف تظل بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك بعيدة عن كل صور الفتن والأزمات، ووطنا عزيزا لكل المصريين، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم. وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدون للتضحية والعطاء من أجل اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف ودعم مسيرة البناء والتنمية. من جانبه عبر قداسة البابا تودروس الثاني عن اعتزاز الشعب المصري بدور القوات المسلحة في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكدا أن الميلاد المجيد يمثل دافعا للأمل بمستقبل مشرق في ظل ما تشهده مصر من إنجازات. حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. بدوره وجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علامة التهنئة إلى الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد عبر شاشة أونلايف على ضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في مواجهة الإرهاب. نتقدم بالتهنئة الخالصة لإخواننا المسيحيين بعيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هذه الأيام
عليهم وعلى الأمة المصرية وعلى العالم كله بالأمن والاستقرار والازدهار. ونقول في رسالة واضحة للمصريين جميعا بأن دماءنا جميعا سالت بفعل الإرهاب وبفعل هؤلاء المجرمين، ولم يفرقوا بين دم ودم. ولهذا فإن هذه الدماء الممتزجة برصاص هؤلاء الإرهابيين إنما تعطي رسالة للعالمين جميعا بأن مصر عصية على كل محاولة لتفكيك وتفتيت وحدتها، وإنما هي صامدة وإنما هي مصممة على السير قدما نحو اجتساس هذا الإرهاب، ولن يثنينا شيء عن تفكيك هذا الفكر المتطرف واجتساس هؤلاء الإرهابيين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العزيزة. هذا واحتفلت اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بعيد الميلاد المجيد. ترأس الدكتور القس أندريا زكي رئيس طائفة الاحتفال الذي تضمن عددا من الصلوات وترانيم بحضور شخصية عامة وكبار رجال دولة. وألقى القس أندريا كلمات الطائفة، ووجه خلالها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفاده مندوبا لحضور احتفالات العيد. كما شكر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وهنأهما لمناسبة افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة غدا تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد. يتوجه غدا وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماعات لجنة السداسية المعنية بالقدس. وقال بيان للخارجية أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بحق القدس، فضلا عن تنسيق الجهود والتحركات العربية دوليا بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة. يذكر أن الاجتماع هو الأول للجنة التي تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويشارك بها وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية. يناقش البيت الأبيض اليوم تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية بسبب مواقفها الأخيرة بعد إعلان دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكضغط لإجبارها على العودة لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. كان الرئيس الأمريكي قد هدد في مطلع الأسبوع بتقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية في تغريدة له على موقع تويتر. يحملون مفاتيح البيوت القديمة ويقاومون من أجل الأقصى الأسير وأمام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، يجددون العهد مع رب المسيح ومحمد وموسى بمواجهة كل المخططات الصهيونية للاستيلاء على مدينة الصلاة. هؤلاء هم الفلسطينيون المرابطون دفاعا عن عروبة القدس وتاريخها. حناجر تصدح غضبا أمام واقع صعب يواجه الأقصى من مخططات تهويدية مستمرة تهدف إلى تغيير تاريخ الحرم القدسي الشريف وفرض حقائق وواقع جديد استنادا على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. مخططات تهويد لا يواجهها سوى المقدسيون الذين يناضلون تقريبا فرادى في ظل الافتقار إلى استراتيجية واضحة داعمة للهوية العربية الإسلامية للتعامل مع تلك المخططات وتغلغل المؤسسات الإسرائيلية في كافة مناحي المدينة. حالة من الاستهداف الصهيوني لهوية المدينة دفع بالوضع إلى حالة من التعقيد الشديد، برز على ضوئها أهمية البحث عن وسائل يمكن من خلالها دعم المقدسيين والمؤسسات الفلسطينية، تدويل الوضع وفرض قضية المدينة والمسجد على رأي العام العالمي وكشف السياسات الإسرائيلية والأمريكية واختراقها الواضح للقرارات والأعراف الدولية. مسؤولية تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية في سبيل الحفاظ على هوية القدس وتاريخها. نتحدث عن تثبيت عروبة المدينة المقدسة القدس باعتبارها مدينة عربية فلسطينية لم يدخلها ولم يأهلها إلا الفلسطينيون العرب. دعم صمود المقدسيين من خلال تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على حشد الدعم المالي والمعنوي اللازم للاستثمار في القدس الشرقية يسهم أيضا في تشكيل هيكل إداري بديل لبلدية إسرائيل التي تعتبر أحد الأذرع الإسرائيلية المهمة في إطار الصراع على هوية المدينة.
والتي تعمل بشكل مكثف ضد الوجود العربي والإسلامي بالمدينة. خطر يحدق بالشعب الفلسطيني وبواحد من أهم البقاع العربية، وعدوان لا يستهدف فقط فريقا واحدا أو شعبا واحدا، بل أمة بأكملها. ووسط كل هذا الزحف الجائر، سؤال واحد يتصدر الأزمة وإجابته تملك مفاتيح الحل. كيف يمكن الحفاظ على الهوية العربية للقدس؟ اعترضت السعودية صاروخا باليستيا فوق محافظة نجران الواقعة جنوب غرب البلاد والقريبة من الحدود اليمنية بعد ساعات من إعلان الحوثيين في اليمن إطلاق صاروخ باتجاه المملكة. هذا واعتبر التحالف العربي أن إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه الأراضي السعودية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية. وطالب المتحدث باسم تحالف المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لوقف الانتهاكات الإيرانية. هذا وأطلق ناشطون يمنيون موالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح دعوات للبدء في عصير مدني في العاصمة اليمنية صنعاء، تزامنا مع مرور 40 يوما على اغتيال صالح على يد ميليشيات الحوثي. وتتضمن الدعوات الاحتشاد في الميادين العامة وإغلاق المحال التجارية وشل حركة السير والإضراب عن العمل في المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الميليشيات. قال قائد القوات التابعة للمجلس الرئاسي الليبي أسامة الجويلي أن المجلس أطلق عملية عسكرية موسعة غربية البلاد ضد الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تعمل في التهريب. يذكر أنه تم إغلاق معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا ظهر اليوم، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي وميليشيات مسلحة تسيطر على المعبر ومدينة زوارة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع من بعده هذه النشرة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد مطلب الولايات المتحدة الأمريكية يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع الإيراني بعد احتجاجات ضد النظام الحاكم دخلت أسبوعها الثاني. الولايات المتحدة لوحت بفرض عقوبات جديدة بينما أظهرت روسيا معارضتها للدعوة الأمريكية. استجابة للمطلب الأمريكي يلتقي مجلس الأمن الجمعة لبحث الوضع في إيران. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي خرجت بعد أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران لتعلن سعي بلادها لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الشأن الإيراني. توازت الدعوة بالأمم المتحدة مع تأييد صريح ومباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتجاجات الشعبية في إيران، متعهدا بتقديم الدعم للمحتجين. الدعوات الأمريكية قوبلت من الجانب الروسي بالرفض والسخرية، حيث اعتبر سيرجي رابكوف نائب وزير الخارجية الروسي المقترح الأمريكي ضار ومدمر، قائلا إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا دور له في الشأن الإيراني، إذ أنه شأن داخلي بينما يعنى المجلس بحفظ السلام والأمن الدوليين. وصرح مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية في إيران. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران. تفاؤل كبير يسود الأوساط الدولية خاصة في شبه الجزيرة الكورية والدول المجاورة بعد الإعلان عن محادثات محتملة بين كوريا الجنوبية وجاراتها الشمالية بشأن السلام في المنطقة وسط ترحيب أمريكي حذر بهذه الخطوة. تفاؤل حذر يسود شبه الجزيرة الكورية بشأن المحادثات المحتملة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، وحظيت تلك الأنباء بترحيب أمريكي وياباني على أمل تخفيف حدة التوتر في تلك المنطقة والناجم عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية وبرنامجها النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب باحتمالية حدوث تلك المحادثات بين الكوريتين، واعتبر أنها نتاج لما أسماه موقفه الحاسم في التعامل مع بيونغ يانغ.
الموقف الأمريكي استجاب سريعا لاحتمالية حدوث تلك المباحثات بين الجانبين، إذ أعلن دونالد ترامب عن اعتزام بلاده عدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل. وتبادل ترامب وكيم العديد من التصريحات العدوانية خاصة على موقع تويتر في الأشهر الأخيرة، ما أثار قلقا دوليا، إذ بدا ترامب في بعض الأحيان رافضا لفرص التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي هددت كوريا الشمالية خلالها بتدمير الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. محاولات لإيجاد حلول للتوتر في شبه الجزيرة الكورية والذي استمر لسنوات وتأجج في الفترة الأخيرة، خاصة مع تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة وتصريحاته المتشددة تجاه الجانب الكوري، فيما تسعى كوريا الجنوبية واليابان لحل تلك الخلافات باعتبارهما الأكثر تضررا بشكل مباشر من تلك المشكلة. أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن قرار تأجيل المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية اتخذ لأسباب عملية وليست سياسية. وأوضح ماتس أنه سبق وتم تعديل البرنامج الزمني لهذه المناورات، مشيرا إلى أن المناورات العسكرية ستجرى في توقيت يلي دورة الألعاب الأولمبية. قررت وزارة الخارجية الأمريكية وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان حتى تتخذ إسلام أباد إجراءات ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، واللتان تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بأنه لا يمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة، لأن الإدارة الأمريكية ما تزال تقيم أنواع المساعدات التي يشملها القرار، موضحة أن بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام أباد إجراء حاسما ضد الجماعتين. اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني مع رئيس الكوبي راؤول كاسترو في نهاية زيارة استمرت يومين بهدف تعزيز الحوار. وبث التلفزيون الرسمي مقطعا من الاجتماع الذي تناول العلاقات الجيدة بين الاتحاد الأوروبي وكوبا وقضايا دولية. عودة إلى شأن المحلي، حيث بعد عشرات أيام من انتهاء أعمال حفر وتبطين أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خرجت ماكينة حفر أنفاق بورسعيد بعد عبورها أسفل قناة السويس في احتفال كبير حضره رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ بورسعيد. في حدث تاريخي جديد، خرجت ماكينة حفر أنفاق بورسعيد بعد عبورها أسفل قناة السويس بعد نحو عشرة أيام من انتهاء أعمال حفر وتبطين أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللحظة التاريخية لخروج الماكينة استقبلها العاملون بموقع الأنفاق بالتصفيق ورفع أعلام مصر وإطلاق الحمام، في إشارة إلى رسالة السلام والتنمية التي تبنى بسواعد مصرية، حيث تعد الأنفاق الجديدة ممرا لتنمية سيناء وشرايين الحياة بين الوادي وسيناء. وحرص اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي على مشاهدة هذا الإنجاز الجديد الذي يسبق الزمن ويؤكد قوة وعزيمة الإرادة المصرية. الإعجاز اللي تم في المنطقة دي، وبقولها في منتهى الصراحة، فخر لينا كلنا وفخر لي أنا كمان، إن أنا لما أرجع أوروبا إن هم يشوفوا الأنفاق بالجودة دي وبالصناعة المصرية ديت وبالزمن اللي تم فيه. ووسط موقع حفر الأنفاق الذي كان يشبه خلية النحل التي تعمل ليلا ونهارا لتحقيق الحلم المنشود بإنشاء الأنفاق الثلاثة، أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالإنجاز مهنئا المصريين به الإنجاز العظيم ده. وده العبور الثاني للعبور للتنمية، كان العبور الأولاني 73 احنا بنحرر أرضنا، النهاردة العبور الثاني ان احنا بنعمر بلدنا وبنعمر سيناء، وده شريان حياة بتنضخ دلوقتي في الشرق والغرب بين الوطن الأم مصر وسيناء. النهاردة من النفق ده بطلع في أقل من 3 ساعات بكون في رفح، ده عبور عظيم قوي هنحس بيه قدام.
خروج الماكينة من النفق تعد إعلانا بالخطوة التالية من مراحل التنمية المنطلقة من الوادي إلى سيناء وصولا إلى حدود الوطن الشرقية بمدينة رفح آخر نقاط أرض الفيروس. قرر شريف فتحي وزير الطيران المدني تشكيل لجنة فنية من سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية لتحليل الحوادث للمعاينة والوقوف على ملابسات حادث هبوط البالون الطائر بالأقصر. كانت محافظة الأقصر قد أعلنت مصرع سائح وإصابة آخرين جراء سقوط منطاد غربي مدينة الأقصر. وقال بيان للمحافظة إن الحادث وقع أثناء قيام منطاد بجولة فوق آثار البر الغربي للمدينة وعلى متنه 21 سائحا من جنسيات مختلفة حيث تعرض لدوامة هوائية أدت لسقوطه، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أهمية الخطاب الدعوي الوسطي لنشر قيم الإسلام السمحة، وخلال لقائه عددا من الأئمة ودعاة بمحافظة الشرقية بحضور المحافظ، قال وزير الأوقاف إن الدولة تخوض حربا شرسة في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، لافتا إلى ضرورة تنظيم قوافل دعوية بالقرى والنجوع لرفع درجة الوعي وبناء مجتمع سليم قائم على احترام الآخرين. من جانبه أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة الأوقاف في إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بتجهيز وفرش المساجد، مؤكدا أهمية عقد هذه اللقاءات مع الأئمة والدعاء إيمانا بأهمية التواصل لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحة. اجتمع وزير النقل هشام عرفات مع وفد من وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة برئاسة ستيفاني لانفراكي لبحث دور الوكالة الفرنسية في دعم مشروعات مترو الأنفاق وتطوير ترام الأسكندرية. وتطرقت المناقشات إلى وضع المشروعات الجارية بين الجانبين، حيث تبلغ مساهمة الوكالة في تمويل الشق الأجنبي من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بمقدار 300 مليون يورو من إجمالي الشق الأجنبي البالغ 900 مليون يورو. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن قطاع الصناعات الكيماوية من أهم القطاعات الصناعية في مصر. وخلال اجتماعه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء بتحدي الصناعات، أشار قبيل إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء. وأوضح وزير التجارة أن الاستراتيجية تقوم على محاور أساسية عدة، منها تنمية وتدريب القوى العاملة ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة. أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. وأوضح مدبولي في بيان أن الانتهاء من تجارب التشغيل سيكون نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 60% من إجمالي الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة. ضبطت شرطة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية 269 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت. يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية كافة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
شنت محافظة القاهرة حملة تخليك زي آدم، والتي تستهدف تعديل سلوك المواطنين بالقاهرة لرفع مستوى النظافة بها. وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أهمية الحملة والعمل على إنجاحها ومساندتها. وأشاد المحافظ بالمواطنين الذين حرصوا على الحضور والاحتفاء بهذه الحملة. احنا النهارده بنجتمع عشان نطلق صيحه للمجتمع، احنا عايزين نقول لمواطنينا في مصر في القاهره، نقول لهم عايزين القاهره تبقى جميله. احنا هنبذل اقصى جهد كمسؤولين، احنا كمسؤولين في الاحياء هنبذل اقصى جهد في النظافه، واحنا فعلا بنطلق حاليا حمله نظافه كبيره في كل الاحياء، لكن احنا عايزين تعاونكم معانا، عايزين جهدكم معانا، عايزين انكم تكونوا ايجابيين وما ترموش حاجه في الارض، لان في النهايه اللي احنا بنشيله هو اللي انتم بترموه، فخفوا علينا شويه. تمام؟ اللي يمكن الزملاء بيقولوا ليه اخترنا شخصيه ادم؟ الحقيقه اللي اختار شخصيه ادم فريق عمل مبدع من محافظه القاهره ومن مركز شباب الجزيره. فريق عمل مبدع اختار شخصيه ادم، ويمكن ادم بيمثل أبو الإنسانية. من جانبها شاد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بالمبادرة، وحث المواطنين على التفاعل معها حتى تعود القاهرة جميلة كما كانت. فعلا قدرنا نخلي القاهرة جميلة ونظيفة، هتبقى من أجمل عواصم الدنيا كلها بلا بجد. يعني الغريب في الأمر إن احنا نروح بره نلتزم وما نقدرش نرمي ورقة وما نقدرش نلمعه بسجارة، ننزل من الطيارة في مطار القاهرة ونخرج نتحول لبني آدمين تانيين خالص. شيء غريب جدا بصراحة. عشان كده دي مبادرة محترمة، مبادرة طيبة، كل دعمنا كصحفيين وإعلاميين على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام لهذه المبادرة، وكل إن شاء الله تمنياتي لها بالنجاح، وإن شاء الله هتنجح وترجع القاهرة مدينة جميلة نظيفة. وأشادت الفنانة سميرة أحمد بالحملة، وتعهدت بالوقوف بجانب الحملة ودعمها حتى يتحقق الغرض منها. طبعا الحملة اللي عملها السيد الحافظ، فأنا بحييه عليها، وإحنا لازم نقف جنبه ونقف جنبه في كل حاجة في كل اللي بيعملها. أنا جنبه لغاية الحملة دي ما تخلص، وقال لغاية شهر 6، أنا معاه لغاية شهر 6. خليك زي آدم، لأن آدم هو للقاهرة، وخليك للقاهرة، القاهرة الجميلة اللي بيحاول سيادة المحافظ يرجعنا تاني لمصرنا الجميلة. وإن شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا جميعا، وتحيا مصر. تواصل مؤسسة بكرة لينا فعاليات مبادرتها شباب ضد الغلاء بعدد من الأحياء داخل محافظة القاهرة، وذلك من خلال منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء. وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الذين أقبلوا على شراء السلع المعروضة للبيع، ومنها الخضر والفاكهة والزيت والسكر واللحوم المجمدة ودواجن. وفي لقاء مع أونلايف، أكد منسق المجالس المحلية والنيابية بمؤسسة بكرة لينا مصطفى عسقلان أن المؤسسة تسعى لإنشاء منافذ ثابتة لبيع المنتجات الغذائية للمواطنين على مستوى محافظة القاهرة. المؤسسة على مستوى محافظة القاهرة بتنسق مع المحافظ إن احنا نعمل حاجات ثابتة في المعادي وفي غير المعادي، كل الأقسام بتاعة المحافظة هنعمل أماكن منافذ بيع ثابتة بترخيص من الحي. تعرضت مناطق بشمال سيناء لسقوط حبات البرد، حيث غطت الثلوج المتساقطة مساحات من مناطق البرث جنوب رفح وكذلك وادي العمر بوسط سيناء، كما صحب ذلك موجة أمطار شديدة. وأكد وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء عاطف مطر أنه تم رفع درجة الاستعداد للدفع بماكينات حرث زراعية للمناطق التي شهدت أمطارا للمرة الأولى في وسط سيناء، مع الإيضاح بأنه جار للتنسيق لنقل التقاوي من القمح والشعير والدفع بالمعدات الزراعية. هذا وشهدت كل مناطق شمال سيناء اليوم أمطارا رعدية مصحوبة برياح شديدة باردة، ما تسبب في توقف حركة الصيد في مناطق بحرية على ساحل البحر المتوسط
وبحيرة البردويلة. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم، وبعد قليل بأمر الله نعود لنستكملها. ونعود مرة أخرى لمناسبة الأعياد، فالملابس الجديدة مظهر أساسي من مظاهر الاحتفال بالأعياد، خاصة عند الأطفال والشباب. المحل التجارية استعدت لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الميلاد بالتخفيضات والعروض لدفع حركة البيع، كذلك الشراء التي قلت خلال الفترة الماضية. نتابع. شراء الملابس الجديدة لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال والشباب مظهر معتاد دائما خلال فترات الأعياد، حيث استعد المحال بوسط العاصمة لاستقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم مع بدء فترة احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد المجيد. حضرتك في برضو نازلين تخفيضات 25% على بعض الجواكت وكده، ومع ذلك برضو الإقبال ضعيف جدا. السنة اللي فاتت مثلا كان في الأيام اللي زي دي وعيد الإخوة المسيحيين وكده كان فيه إقبال إلى حد ما عن السنة دي. السنة دي الإقبال ضعيف جدا جدا. إقبالي ده 50% عن كل المواسم، يعني عشان الأسعار عالية شوية ودخل الامتحانات ودروس وبتاع، فالبلد يعني مهديه شويه في السعر. طبعا في ظل الدولار وارتفاع الدولار وارتفاع الخامات، فطبعا الخامات بتغلى فالسعر بيغلى. تباينت اراء المواطنين حول الاسعار، فمنهم من يراها مناسبه والاخر يراها مرتفعه، مما دفع البعض للعزوف عن الشراء. الاسعار بالنسبه للايام اللي احنا فيها دي كويسه، انا اشتريت لاولاد واشتريت ليا لبس. كل حاجه سعرها رافع، بس دي حاجه طبيعيه في وضع البلد في الفتره دي، فاحنا كمصريين لازم نستحمل حاجه زي كده، بحيث ان ده حاجه طبيعيه، يعني مش اللبس بس اللي هيزيد، كل حاجه هتزيد. هو احنا يعني مش هننكر ان الاسعار لسه برضو عاليه، بس انا شايفه ان الاسعار يعني هنا يعني تعتبر الى جانب المولات وكده يعني تعتبر ارحم شويه، يعني ريسبونسبل اكتر ان ممكن اي حد يشتري. السنه اللي فاتت لو انا بشتري مثلا حاجتين ثلاثه، السنه دي هشتري حاجه واحده. هنقنن الشراء علشان دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. تزينت محل وسط البلد بتخفيضات وعروض كبيرة لاستقبال المواطنين لشراء الملابس الجديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين أصحاب المحل أن تشهد هذه الفترة حالة من الرواد تعوضهم عن ما عانوا خلال الفترة الماضية. نسمة شفعي، أونلاين. أصبح بوسع أهل غزة الذين يحنون إلى الماضي أن يتلمسوا عبقه في مطعم افتتحه رجل أعمال في الآونة الأخيرة بمبنى بني قبل مئات السنين في غزة القديمة. مشاهد. منذ الوهلة الأولى التي تجلس فيها بداخله تشعر وكأن التاريخ يعود بك إلى جلسات جدتك وأكلاتها وحكاياتها الجميلة. ففي قلب مدينة غزة القديمة في زقاق طويل لا يتجاوز عرضه المترين يوجد بيت ستي، البيت الذي حوله صاحبه بعد مضي 5 قرون على إنشائه إلى مطعم سياحي يرتاده الزائرون من مختلف أرجاء قطاع غزة. افتتاح المطعم في هذه الأزقة كونه الأول في قطاع غزة ليكون مزارا منه لتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، ومنه لتعريف الناس بإرثنا بحضارتنا بتاريخنا، وتعريفهم أننا يعني هنا موجودون منذ آلاف السنين. المطعم له باب منخفض يعلوه قوس من الحجارة القديمة تعود إلى العهدين المملوكي والعثماني، ومدخل البيت عبارة عن ممر ضيق يأخذك إلى ساحة واسعة غير مسقوفة تسمى الديار، إضافة إلى باقي أجزاء المكان كالبئر والمزرية والصومعة. بيت ستي هو عبارة عن مكان أثري تاريخي عمره الزمني تقريبا 500 عام من الحقبة العثمانية، مكون من أشيائه القديمة مثل البئر، المزيرة، أرض الديار، الصومعة، العلية، الوسطانية، كل ما هو قديم موجود في هذا المكان. ويتسع المطعم لعدد 100 شخص ويقدم العديد من الوجبات والمشروبات المميزة كعصير اللوز الطبيعي ومأكولات غزية وشامية يعدها طباخ سوري. قد يكون المكان ضيق إلى حد ما، ولكن احنا بنعتبر يعني
اللي بده يزور هذا الموقع لا ينظر إلى الرفاهية الكبيرة، ينظر إلى ما يراه، ما ينعش ذاكرته، ما يفيده معرفة، ما يبعده عن صخب الحياة. وتعتبر القهوة والنرجيلة من قائمة الأسعار الرئيسية في المطعم التي تستهوي الرجال والسيدات على حد سواء، حيث تعد القهوة بطريقة غير تقليدية، يتم غليها بواسطة رمال البحر وتقدم في فناجين مصنوعة من الفخار لتتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية للمكان. كل إشي بذكرني بأيام زمان، وطبعا انت بتعرف فيش احلى من ايام زمان، وفي مثل بقول يا ريت الزمن ويعود يوما، فكتير حلو وبذكرني الفنجان هذا بذكرني بايام زمان، الشجر، الحاجات اللي بقدموها، الاواني الفخارية، كل اشي في هذا المكان بذكرني في أيام زمان وأيام جدودنا. ويعود تاريخ بناء مبنى المطعم إلى حكم الإمبراطورية العثمانية، أي منذ 5 قرون، وهو مقام على الطراز المعماري الإسلامي. توصلت مجموعة من الباحثين بمدينة زويل إلى مسارات علاجية جديدة باستخدام الخلايا الجذعية قد تسهم في التغلب على مرض السرطان. المزيد سوف نتابعه الآن. مع تزايد نسب الإصابات العالمية بالسرطان وسعيا لإيجاد مسارات علاجية بديلة لما هو متاح اليوم، يعكف حاليا فريق بحثي بقيادة الدكتور نجوى البدري في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لفهم طبيعة المرض والأسباب وراء ضعف كفاءة العلاجات الدوائية الحالية. دلوقتي علاج السرطان بالعلاج الكيماوي والادويه اللي بتاخدها ما بتقتلش كل الخلايا السرطانيه، في خلايا بتبقى مضاده للعلاج، فاحنا بنعتقد ان المواد اللي بتفرزها الخلايا السرطانيه بتساعد في ان يكون في خلايا اللي هي الخلايا الجذعيه السرطانيه اللي هي بتبقى فيها ريزيستنت بتقاوم العلاج. وفقا للعلماء فان الخلايا الجذعيه هي خلايا اوليه ينتجها لتجديد خلايا الجسم، ويعول عليها العلماء في المستقبل كأحد المسارات لإنتاج أعضاء بديلة لجسم الإنسان مثل الكلى والقلب والكبد. أما علماء زويل فوجدوا للخلايا الجذعية دورا هام ومحوري في مجال السرطان. إن البحث بتاعنا بيركز على إن الخلايا الجذعية اللي موجودة جوه السرطان بيحصل لها إيه، فإن إحنا قدرنا إن إحنا نثبت ان الخلايا الجذعيه وهي جوه المحيط بتاع السرطان بتكتسب خصائص سرطانيه، وده بيفيدنا ان احنا بنثبت قد ايه المحيط بتاع السرطان نفسه مهم زيه بالظبط باهميه الخلايا السرطانيه نفسها. بعد كده هنتجه في اتجاهين، الاتجاه الاولاني يختص بالخلايا نفسها اللي اتغيرت بسبب اضافتها مع الخلايا السرطانيه، الخلايا دي دورها ايه في نشر السرطان وازاي ان احنا نتارجت الخلايا دي كجزء من علاج السرطان، والاتجاه الثاني الفاكتورز او العوامل اللي بتفرزها الخلايا السرطانيه، ايه هي العوامل دي بالظبط وازاي بتساعد على انتشار السرطان. من المقرر نشر هذه الدراسه في واحده من الدوريات العالميه المتخصصه في ابحاث الخلايا الجذعيه، وهو ما قد يسهم في الوصول لعلاجات أكثر فاعلية للسرطان. يتيح مقهى في مصر لعشاق وأصحاب الحيوانات الأليفة فرصة لقضاء وقت ممتع مع حيواناتهم خارج المنازل وبعيدا عن ضوضاء الشوارع. أصبح للكلاب والقطط وحتى القرود مكانا يستقبلها ويلبي طلباتها بعدما قرر الشاب محمد الكوك افتتاح مقهى بيت كورنر في مدينة الإسكندرية. المقهى يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها أي مقهى آخر مع اختلاف وحيد، وهو أن هذا المقهى يقدم خدماته من المأكولات والمشروبات للبشر والحيوانات على حد سواء. أنا واحد من يربوا الكلاب وبحب استمتع بالكلب بتاعي واخرج مع الكلب بتاعي. مشكله بتواجهني زي ما بتواجه اي حد بيربي كلب، ما بيعرفش يخرج مع الكلب بتاعه في حته يقعد معاه في حته. عايز اروح اتغدى، عايز اروح اقعد في قهوه، عايز اروح اقعد في اي مكان، بتقابلني مشكله اني من على الباب ممنوع دخول الكلب. احنا عشان كده كنا عايزين نحل المشكله دي، فمن هنا جات لي الفكره. وقرر الكوك فتح المقهى بعد أن أدرك حجم الصعوبات التي يواجهها عشاق الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة بشكل عام في العثور على مكان يمكنهم الجلوس فيه والاستمتاع ببعض الوقت بصحبة حيواناتهم.
حيث لا تسمح الكثير من الأماكن المخصصة للتجمع وقضاء الأوقات الممتعة في مصر بدخول الحيوانات الأليفة إليها. الفكرة أن هو أكيد بيكون محتاج يلعب، بيكون محتاج يخرج، معظم الوقت بيكونوا محبوسين في البيت، مفيش مكان يطلعوا بيه بره، فدي فكرة حلوة أن تاخد الكلب بتاعك وتقعد بيه في مكان من غير ما يكون المكان مضايق منك. ويرغب الكوك الآن في التوسع وإضافة خدمات أخرى، ولكنه يريد رؤية ردود فعل الناس إزاء الفكرة أولا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه النشرة ولم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. استعدادات على قدم وساق لقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. وشكري يشارك غدا في اجتماعات اللجنة السداسية المعنية بالقدس بالعاصمة الأردنية عمان. بطلب من الولايات المتحدة، مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن الوضع في إيران. مشاهدينا، نهاية هذه النشرة، شكرا لحضراتكم، في أمان الله.